بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة يا شباب عن السكندري أو البيولوجيكال تريتمنت، المعالجة الثانوية أو المعالجة البيولوجية. الهدف طبعا من المعالجة البيولوجية زي ما قلنا قبل كده، إن أنا دلوقتي في خزان الترسيب الابتدائي شلت حوالي 30% من المواد العضوية وسبعين أو 60% من المواد الصلبة، تمام؟ فأول هدف أو الهدف الرئيسي من المعالجة البيولوجية إن أنا أشيل باقي المواد العضوية. المواد العضوية بتبقى شغالة عمالة تتحلل جوه المية، في نفس الوقت هي غير ثابتة وغير مستقرة، فأنا عايز أحولها لمواد ثابتة ومستقرة عن طريق إن أنا أخليها تتفاعل مع البكتيريا، فالبكتيريا تبدأ تأكسدها وتحولها لمواد غير عضوية تكون ثابتة ومستقرة قابلة للإيه؟ للترسيب. يبقى أنا عندي مواد عضوية بخلي البكتيريا تبدأ تتفاعل معاها أو تأكسدها عشان تحولها لمواد مستقرة قابلة للترسيب في أحواض الترسيب النهائي بقى، اللي هو آخر مرحلة في المعالجة البيولوجية، تمام؟ بالإضافة إن أنا كمان بتخلص من بقية المواد الصلبة العالقة اللي كانت موجودة أو اللي لسه فاضلة منين من خزان الترسيب الابتدائي. يبقى أنا عندي هنا هدفين: الهدف الأول إن أنا أحول المواد العضوية لمواد ثابتة ومستقرة قابلة للترسيب عن طريق تفاعلها مع الميكرو أورجانيزمز أو البكتيريا، تمام؟ وفي نفس الوقت أتخلص من المواد الصلبة العالقة اللي فاضلة من أحواض الترسيب الابتدائي. طيب نيجي بقى لانواع الانظمه بتاعه المعالجه البيولوجيه. انا عندي كام نظام ممكن اشتغل عليهم؟ في انظمه كتير، يعني اشهر ثلاثه بيستخدموا هم الثلاثه اللي قدامنا دول، اللي هو نظام الاكتيفيتد سلاج سيستم، نظام الحمأة المنشطه او الحمأة النشطه. تاني نظام الفيكسد فيلم رياكتورز او التريكلينج فلترز، المرشحات الزلطيه او المرشحات البيولوجيه. ثالث حاجه الارييتد لاجون سيستم، اللي هي نظام قنوات او بحيرات الاكسده المهواه، تمام؟ احنا هنشتغل او هندرس بس نظام الحمأة المنشطه اللي هو الاكتيفيتد سلاج. طيب الثلاث انظمه دول بيعتمدوا ان انا اولد بكتيريا جوه الميه، فالبكتيريا تتولد جوه الميه يحصل لها جينيريشن، تبدا ايه تتكاثر، وبعد كده تبدا البكتيريا اللي تكاثرت دي تتفاعل مع المواد العضويه، لان المواد العضويه بتعتبر الغذاء بتاع البكتيريا، تبدا تتفاعل معاها وتحولها من مواد عضويه غير مستقره لمواد غير عضويه ومستقره نسبيا، اقدر اتخلص منها او تترسب في حوض الايه الترسيب، تمام؟ طيب ايه بقى النظريه اللي بولد بيها البكتيريا؟ انا بولد البكتيريا بطريقتين، يا اما بالنظام بنسميه سسبندد كلتشر، يعني ايه؟ يعني وسط معلق، يعني البكتيريا دي عشان تنمو، اي بكتيريا في الدنيا عشان تنمو محتاجه وسط تنمو عليه، تمام؟ فانا هنا بعمل ايه؟ بجيب جزء من احنا عندنا في اخر المرحله بتاعه المعالجه البيولوجيه دي خزان اسمه خزان الترسيب النهائي. الخزان ده زي اي خزان ترسيب هتنزل فيه سلادج، هيبقى فيه سلادج نازله في الاخر اللي هي الايه الحمأة، فباخد جزء من الحمأة اللي طالعه من خزان الترسيب النهائي واللي هي المفروض مليانه بكتيريا، احقنها تاني في المرحله اللي قبلها، تمام؟ اخدها احطها فين؟ في بدايه مرحله المعالجه البيولوجيه اللي بنسميها حوض التهويه، تمام؟ يبقى باخد جزء من خزانات من السلادج بتاعت خزانات الترسيب النهائي احقنها جوه احواض التهويه. طيب ليه بعمل الكلام ده؟ عشان ازود البكتيريا، لان السلادج اللي راجعه دي غير ان هي مصدر البكتيريا هي وسط لنمو البكتيريا، فده الوسط بتاعي اللي البكتيريا هتنمو عليه. الوسط ده هيدخل جوه حوض التهويه ويبقى سسبندد معلق جوه الميه، تبدا البكتيريا تنمو عليه. ده يعني ايه سسبندد كلتشر؟ يبقى يعتمد هذا النوع على نمو البكتيريا كخلايا معلقه في وسط مياه الصرف، تمام؟ عن طريق ان انا باخد جزء من الحمأة من خزان الترسيب النهائي ارجعها تاني في حوض التهويه، وتفضل الدايره عماله تدور بقى، حوض التهويه يدي خزان الترسيب، واخد من خزان الترسيب جزء من الحمأة ارجعه في حوض التهويه، وهكذا. دي سسبندد كلتشر، وده مطبق في انه نظام الانظمه الثلاثه اللي فوق دول، ده نظام الاكتيفيتد سلادج سيستم. يبقى الاكتيفيتد سلادج شغال بنظام السسبندد كلتشر، او الوسط اللي بتنمو عليه البكتيريا عباره عن وسط معلق، سسبندد ايه كلتشر. طيب النظام الثاني اللي بنسميه الاتاشد كلتشر، ده بيبقى عباره عن وسط ملتصق. يعني ايه وسط ملتصق؟ انا بجيب وسط الميه الصرف هي اللي تعدي عليه وتبدا البكتيريا تنمو على الوسط ده. يبقى احنا في السسبندد كان ايه اللي بيحصل؟ لا، الوسط هو اللي بيروح للميه، اللي هو السلادج بدخله جوه الميه ويفضل معلق جوه الميه والبكتيريا تنمو عليه جوه الميه. لا، الاتاشد كلتشر ده عباره عن وسط ملتصق، انا بخلي الميه تدور حواليه، يعني الميه تروح وتيجي عليه والبكتيريا على الوسط تنمو على ايه؟ على الوسط ده. الوسط ده ممكن يكون الزلط زي النظام بتاع المرشحات البيولوجيه اللي هو التريكلينج فلتر، تمام؟ يبقى الاتاشد كلتشر انا بعتمد على نمو البكتيريا على سطح متصل بميه الصرف. السطح ده ممكن يكون بلاستيك، ممكن يكون زلط زي التريكلينج فلتر، ايا كان نوعه ايه. تمام؟ يبقى انا بولد البكتيريا عن طريق حاجتين، يا اما السسبندد كلتشر يا اما الاتاشد كلتشر.
احنا هنشتغل على السسبندد او نظام الاكتيفيتد ايه سلاج. طيب في حاجه كمان لازم نكون عارفينها، ايه هي السبستريت؟ السبستريت هي المواد العضويه اللي المفروض البكتيريا تتغذى عليها، يبقى الغذاء بتاع البكتيريا، الاكل اللي البكتيريا هتاكله ده بسميه سبستريت. فلو السبستريت نسبته عاليه ده معناه ان المواد العضويه نسبتها عاليه، تمام؟ طب بيتقاس بايه السبستريت او المواد العضويه؟ بعبر عنها زي ما قلنا قبل كده، يا اما بالبي او دي يا اما بالسي او دي، تمام؟ يا اما ان انا اقيس مركبات النيتروجين والفسفور، تمام؟ يبقى ده كده معناه او معنى السبستريت ايه، اللي هي المغذيات اللي البكتيريا تقدر ايه تتغذى عليها، او الاكل البكتيريا او المواد العضويه للبكتيريا المفروض انا حطيتها جوه الوسط عشان تتغذى عليها، تمام؟ طب نراجع بسرعه كده، ايه هو البي او دي؟ احنا كنا خدناه قبل كده، هو كميه الاكسجين اللي البكتيريا بتستهلكه في اكسده المواد العضويه الموجوده في ميه الصرف عشان تحولها لمواد ثابته وايه ومستقره عند درجه حراره 20 لمده 5 ايام، عشان كده بنسميه بي او دي 5، تمام؟ يبقى انا بقيس البي او دي 5 ازاي؟ بقيس الاكسجين في البدايه عند زمن زيرو، وبعد كده اسيب الميه تتحضن جوه حضانه عند درجه 20 درجه مئويه لمده 5 ايام، وبعد كده اطلع الميه واقيس الاكسجين اللي فيها. فقست الاكسجين في الاول وقست الاكسجين في الاخر، فرق الاكسجين اللي استهلك ده البي او دي اللي هو كميه الاكسجين اللي استهلك في اكسده المواد العضويه، الاكسجين اللي سحبته البكتيريا عشان تاكل او تاكسد المواد العضويه اللي في الميه وتحولها من مواد عضويه غير مستقره لمواد غير عضويه مستقره قبل الترسيب، تمام؟ طبعا البي او دي بياخد 5 ايام في عمايله، الاختبار طويل شويه، فانا مش عايز اقعد 5 ايام، اعمل ايه؟ اعمل السي او دي. السي او دي هو انديكيشن للبي او دي، تمام؟ ده كمية الأكسجين الكيميائي المستهلك لتحويل المواد العضوية. أنا هنا بحط جوه المية مادة مؤكسدة زي برمنجنات البوتاسيوم مثلا، دي أشهر مادة بنستخدمها عشان تأكسد المواد العضوية اللي موجودة في المية. طبعا هتأكسد المواد العضوية بسرعة، بتقعد تقريبا من ساعتين لثلاث ساعات، بس خلي بالك إن السي أو دي دايما هتبقى قيمته أكبر من البي أو دي. ليه؟ لأن المادة اللي أنا حطيتها دي هتأكسد كل حاجة، بينما في الحقيقة البي أو دي البكتيريا اللي بتأكسد، صح؟ طب البكتيريا مش هتأكسد كل حاجة، مش قادرة تأكسد كل حاجة، في مواد عضوية أصلا غير قابله للتحلل البكتيريا مش هتقدر عليها، تمام؟ زي ما هنشوف بعد كده. فبالتالي السي او دي دايما بيبقى اكبر من البي او دي، بتبقى تقريبا البي او دي من 70 ل 80% من الايه؟ من السي او دي، تمام؟ طيب في حاجه كمان عايزين نعرفها، حاجه اسمها البايوماس اند فود اتلايزيشن، تمام؟ اللي هو منحنى استهلاك البايوماس مع السبستريت. ده عباره عن ايه؟ ده منحنى بيبين لي ازاي البكتيريا تتكاثر في وجود السبستريت او المغذيات بتاعتها اللي هي المواد العضويه. المحور الافقي الراسي ده بيعبر عن عدد الخلايا البكتيريه، بس خلي بالك ده رقم لوغاريتمي، تمام؟ يبقى ده لوج نمبر اوف ايه اوف سيلز او عدد الخلايا البكتيريه. والمحور الافقي ده الوقت الزمن. نيجي في البدايه هنا عند نقطه البدايه عند الزمن صفر جوه حوض التهويه، هلاقي ان نسبه المواد العضويه اعلى ما يمكن، تمام؟ ده الايه المحور الكيرف اللي انا واقف عليه ده بيعبر عن الفود او السبستريت اللي هي المواد الايه؟ العضويه. ففي البدايه خالص المواد العضويه اكبر ما يمكن، والبكتيريا تركيزها اقل ما يمكن، تمام؟ البكتيريا لسه في البدايه خالص تركيزها ايه؟ قليل، ولسه ما بداتش تتكاثر، ده البكتيريا انا لسه جايبها منين؟ من الحمقى او من السلاج اللي راجعه من حوض الترسيب النهائي. وكل ده بيحصل طبعا في الاريشن تانك، في حوض التهويه، تمام؟ لان عمليه المعالجه البيولوجيه بتتكون من مرحلتين، حوض تهويه وراه تخزين او وراه ترسيب نهائي، تمام؟ فانا بجيب الاول جزء من الترسيب النهائي احقنه جوه سلاج، يعني احقنها جوه حوض التهويه. ففي البدايه خالص تبقى عدد البكتيريا قليل، لان لسه ده وسط جديد عليها، هي لسه ما استقرتش وما اتعودتش على الوسط ده، فلسه ما بداتش تتكاثر، فعدد البكتيريا قليل، وفي نفس الوقت المواد العضويه كتير، تمام؟ طيب البكتيريا لما هتلاقي المواد العضويه كتير هتبتدي تتكاثر، لان ده الاكل بتاعها، ده المغذيات اللي هي ايه هتشتغل عليها. فالبكتيريا هنا بتمر باربع مراحل. اول مرحله اللي هي المرحله اللي انا معلم عليها دي بنسميها اللاج فيز، تمام؟ المرحله دي بيكون نمو في البكتيريا فيها قليل، لان لسه البكتيريا ما خدتش على الوسط، ما استقرتش، تمام؟ بعد كده تدخل في مرحله اللوج فيز. اللوج فيز ايه اللي بيحصل؟ البكتيريا هنا بتزيد زياده مضطرده، الزياده هنا بتبقى كبيره. ليه؟ لان البكتيريا خلاص خدت على الوسط، في نفس الوقت المغذيات كتير، تمام؟ فبتبدا البكتيريا تزيد. بس خلي بالك الطعام ايه اللي بيحصل له او السبستريت المغذيات بتقل. ليه؟ لان البكتيريا عماله بتزيد وبتستهلك في الاكل، فبالتالي السبستريت او البي او دي اللي هي المواد العضويه عماله بتقل، تمام؟ بعد فتره البكتيريا بقى هتبدا تتحلل، الخلايا البكتيريه دي بتعيش على طول، لها عمر، هتبتدي تموت، فبقى عندك بكتيريا بتتولد من التكاثر وبكتيريا بتموت نتيجه التحلل، صح؟
فبقى ندخل بقى في مرحله اللي هي مرحله الاستقرار اللي بنسميها ستيشنري ايه فيز، المرحله اللي بيبقى فيها البكتيريا مستقره، يعني عدد البكتيريا اللي بتموت قد عدد البكتيريا اللي بتتكاثر، فبالتالي تقريبا الزياده ايه حاجه بسيطه، فبنسميها مرحله الاستقرار ستيشنري ايه فيز. بعد فتره بيبدا الاكل يقل خالص، فالبكتيريا مش لاقيه حاجه تاكلها، تمام، فتبدا البكتيريا تموت، فبقى معدل التحلل اكبر بكتير من معدل التكاثر، فادخل في المرحله الاخيره اللي بنسميها الاندوجينيوس او الديث فيز، اللي هي المرحله بتاعت موت الايه البكتيريا. يبقى ده اسمه فود بايوماس اتلايزيشن، اللي هو المنحنى اللي بيعبر عن ازاي البكتيريا بتتكاثر وفي نفس الوقت الايه الفود او السبستريت بيبدا يقل جوه الايه جوه الميه. يبقى البكتيريا بتمر باربع مراحل، اللاج فيز واللوج فيز والاستيشنري فيز والديث فيز، اللي هي مرحله الموت، المرحله اللي بيكون فيها معدل التحلل اكبر بكتير من معدل الايه التولد. ادي الاربع مراحل اهو، اللاج فيز اللي هي مرحله ضعف البكتيريا زي ما قلنا لسه في البدايه ما استقرتش وما خدتش على الوسط، اللوج فيز مرحله النمو اللوغاريتمي، هنا بيبقى النمو عالي لان البكتيريا تاقلمت على الوسط وبدات تاكسد او تاكل في المواد العضويه اللي هي السبستريت، وبعد كده بدات تتكاثر نتيجه ان هي بدات تاكسد، تبدا الخلايا البكتيريه دي تنقسم وتتكاثر لعدد من الايه من الخلايا. بعد فتره هندخل في الاستيشنري فيز، تبدا كميه الاكل في النقصان، هتبدا كميه السبستريت بقى في الايه في انها تقل، وتقريبا بتكون عدد خلايا المنقسمه او المتولده بتساوي عدد الخلايا المتحلله اللي هي الخلايا الميته، تمام، دي اسمها الاستيشنري فيز. نيجي للديث فيز، المرحله بتاعه التحلل او موت البكتيريا، هيبدا الاكل او السبستريت ده يقل لان المواد العضويه اللي في الميه قربت تخلص، في نفس الوقت تبدا البكتيريا في الموت والايه والتحلل، تمام. طيب ايه انواع البكتيريا اللي موجوده في الميه بقى، ازاي البكتيريا بتحلل المواد العضويه دي؟ البكتيريا لها طريقتين في تحليل المواد العضويه، يا اما تكون البكتيريا دي بكتيريا هوائيه فبنسميها ساعتها عمليه اكسده هوائيه ايروبيك بروسيس، تمام، وساعتها لازم يكون في اكسجين، يبقى شرط العمليه دي ان يكون في اكسجين، وفي ان ايروبيك بروسيس عمليه لا هوائيه، بتستخدم هنا بكتيريا لا هوائيه في عدم وجود الاكسجين. طيب قبل ما نشوف مين احسن من الاثنين دول، تعالى نعرف يعني ايه اصلا تفاعل هوائي ويعني ايه تفاعل لا هوائي. التفاعل الهوائي ببساطه بيبقى عندي ماده عضويه اورجانيك ماتر اهي زائد الاكسجين زائد خليه بكتيريا هوائيه او بكتيريا هوائيه عموما، تمام. الكلام ده يعمل لي ايه؟ البكتيريا الهوائيه هتبدا تستخدم الاكسجين في انها تحلل المواد العضويه دي، فتبدا الخليه دي تنقسم نتيجه ان هي بدات ايه تاكل المواد العضويه او تاكسدها، هتبدا تطلع خلايا بكتيريه جديده، فالناتج هنا هيبقى نيو بكتيريال سيلز، تمام، عدد خلايا بكتيريه جديده زائد ميه H2O2 زائد CO2 ثاني اكسيد كربون زائد مواد اخرى نتيجه الاكسده، المواد دي بتبقى مواد ثابته وقابله للترسيب في حوض الترسيب الايه النهائي، تمام. يبقى البكتيريا الهوائيه بتتفاعل في وجود الاكسجين مع المواد العضويه عشان تنقسم وتطلع خلايا جديده وتطلع لي ثاني اكسيد كربون مع مواد مؤكسده جديده، اقدر مواد بقى ثابته ومستقره اقدر ارسبها فين في حوض الترسيب النهائي، تمام. طيب افرض البكتيريا ما لقتش اكسجين، بتبدا تحول نفسها من بكتيريا هوائيه لبكتيريا لا هوائيه، تمام، ساعتها البكتيريا دي مش بتحتاج اكسجين على طول، اهو الاورجانيك ماتر بتتفاعل مع الانايروبيك بكتيريا اللي هي البكتيريا اللاهوائيه، فتبدا تطلع خلايا جديده وتطلع مركبات بقى فيها مشاكل كتير، هنقول دلوقتي العيوب بتاع التفاعل اللاهوائي بس هو في نفس الوقت له مميزات، تمام، بس بتطلع لي حاجات غير عضويه قابله للترسيب برضو، بس في نفس الوقت بتطلع لي مركبات روائحها كريهه، غازات قابله للانفجار زي ما هنقول بعد شويه في المميزات والايه والعيوب، تمام. يبقى انا عندي تفاعل هوائي وتفاعل لا هوائي، الاثنين بيستخدموا بس المشهور اكتر التفاعل الهوائي، هنقول ليه بعد شويه. طيب نقول كده مميزات وعيوب التفاعل الهوائي واللا هوائي. التفاعل الهوائي الاول، اول حاجه خلينا في العيوب بتاعته، تكلفته عاليه، ليه؟ لانه محتاج دايما مصدر للاكسجين في الميه، فبالتالي تكلفه انشائه هتكون ايه عاليه شويه. طيب تاني حاجه انه ما بيكسرش كل المواد العضويه، لا، جزء كبير من المواد العضويه بتكسر بس في جزء من المواد العضويه ما بتقدرش البكتيريا الهوائيه دي تاكسده، محتاج بكتيريا لا هوائيه، تمام. ثالث حاجه ان معدل انتاج السلاج هنا معدل كبير، بتطلع سلاج ايه كميه سلاج عاليه، فبالتالي مخلفات المعالجه بتبقى ايه مخلفات كبيره ومحتاج انت تتخلص منها. طيب رابع حاجه او رابع عيب من عيوب التفاعل الهوائي او البكتيريا الهوائيه ان هي ما بتستحملش تعيش في درجات تغذيه قليله،
يعني مجرد ما الاكل او السبستريت المواد العضويه تبتدي تقل، معظم الخلايا الهوائيه بتموت بتتحلل، تمام؟ معظم الخلايا البكتيريه الهوائيه بايه؟ بتتحلل. على العكس بعد ما هنشوف من شويه او هنشوف بعد شويه في البكتيريا اللاهوائيه، لا بتتحمل تعيش في درجات تغذيه ايه؟ قليله. يبقى هنا انا عندي اربع عيوب: تكلفه عاليه عشان مصدر الاكسجين، بتكسر مواد عضويه بس مش كل المواد العضويه، جزء من المواد العضويه دي ما بيتحللش بالبكتيريا الهوائيه، معدل انتاج حمأة كبير، السلاج هنا او كميه المخلفات بتبقى عاليه، إيه زي ما قلنا ما بتتحملش انها تعيش في درجات تغذيه ايه؟ منخفضه. طيب على العكس بقى تعال نشوف المميزات، مميزات التفاعل الهوائي ده ايه؟ اول حاجه تفاعل سريع، ما بيحتاجش زمن كبير، الزمن قليل عشان البكتيريا تحلل المواد الايه؟ العضويه مقارنه بالتفاعل اللاهوائي. تاني حاجه مفيش هنا روائح كريهه، تمام؟ لان التفاعل هنا هوائي في وجود الاكسجين، فبالتالي مفيش انتاج لروائح كريهه او غازات قابله للايه؟ للانفجار. تالت حاجه انه بيشتغل في درجات الحراره العاديه، يعني مش محتاج ان انا ارفع درجه حراره الميه، لا في درجه الحراره العاديه بيشتغل وبكفاءه عاليه جدا، ولو درجه الحراره زادت ده بيزود التفاعل كمان معايا مفيش مشكله، لكن هو في درجات الحراره العاديه بيشتغل معايا مفيش اي مشكله. دي كده مميزات وعيوب التفاعل الايه؟ الهوائي. على العكس بقى التفاعل اللاهوائي، نبدا برضو بالعيوب بتاعه التفاعل اللاهوائي. اول حاجه التفاعل هنا بطيء، بياخد وقت بيصل لاسابيع عشان تقدر المواد العضويه تاكسد البكتيريا تاكسد المواد الايه؟ العضويه، فالتفاعل هنا بطيء وبيحتاج وقت طويل. تاني حاجه ان هو بيطلع روائح كريهه جدا وغازات قابله للانفجار زي الميثان وكبريتيد الهيدروجين، فبالتالي انت محتاج تعمل نظام في المحطه لامتصاص الروائح دي، لان الروائح دي هتبقى مشكله بالنسبه للايه؟ للمناطق اللي حوالين المحطات بتاعه الصرف. تالت حاجه انه بيشتغل في درجات حراره عاليه، محتاج ارفع درجه حراره الميه عشان ابدا او يحصل التفاعل ما بين البكتيريا اللاهوائيه والايه؟ والمواد العضويه، فبيشتغلش معايا في درجات الحراره العاديه. دي كده بالنسبه للعيوب. طيب المميزات، التكلفه هنا تكلفه منخفضه لانه مش محتاج مصدر اكسجين دائم. تاني حاجه انه بيكسر كل المواد العضويه تقريبا، مفيش حاجه بتعدي من تحت ايدها، تمام؟ البكتيريا اللاهوائيه لا بتكسر معظم المواد الايه؟ العضويه. تالت حاجه معدل انتاج السلاج هنا منخفض، فبالتالي بتطلع حمأة او كميه سلاج ايه؟ قليله عشان اقدر اتخلص منها بعد كده. رابع حاجه ان البكتيريا هنا بتقدر تتحمل تعيش في اقل درجات التغذيه، يعني حتى لو مفيش فود او سبستريت او مواد عضويه البكتيريا بتفضل عايشه معاك فتره عشان تشتغل معاك بعد كده، تمام؟ فبالتالي معدل تحلل البكتيريا مش كبير زي ما هو موجود في التفاعل الهوائي. يبقى احنا كده قلنا مميزات وعيوب التفاعل الهوائي والايه؟ واللاهوائي. طيب هنتكلم بقى يا شباب دلوقتي عن النظام اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هو النظام السسبندد كلتشر، اللي هو الاكتيفيتد سلاج سيستم او نظام الحمأة النشطة او المنشطة، تمام؟ بيتكون النظام ده من احواض تهوية او الاريشن تانك، تمام؟ فتعالوا نشوف كده النظام ده المية بتمشي فيه ازاي او ايه الكومبوننتس بتاعت النظام ده. المية جاية الاول داخلة من البرايمري سيجمنتيشن تانك اللي هو اخر مرحلة في المعالجة الابتدائية اللي احنا خدناها قبل كده، تمام؟ تدخل بعد كده على اول مرحلة في المعالجة البيولوجية اللي هي حوض التهوية الاريشن تانك، تمام؟ ده عبارة عن حوض في مصدر الاكسجين دائم، تمام؟ وفي هنا ايه؟ رياكتور بيبدا ايه؟ يقلب الهواء جوه الميه بحيث انه يخلط الاكسجين مع الايه؟ مع الميه قدر الامكان، تمام؟ يبقى ده بالنسبه لي اسمه حوض التهويه او الاريشن تانك. بعد كده الميه بتطلع من حوض التهويه ده، تدخل على خزنان الترسيب النهائي، بتبقى خلاص البكتيريا هنا تفاعلت مع الميه، بتقعد الميه هنا تقريبا من 3 ل 5 ساعات، طبعا في وجود الاكسجين يبقى البكتيريا هنا هوائيه، تبدا تتفاعل البكتيريا على الوسط اللي احنا اتفقنا عليه، الوسط بتاعنا هنا اللي البكتيريا بتلتصق بيه او بتشتغل عليه هو الحمأة اللي راجعه منين؟ من خزان الترسيب النهائي اللي هو المرحله اللي بعدها، تمام؟ انت لو بصيت على خزان الترسيب النهائي هتلاقي ان السلاج اللي طالعه انا باخد جزء منها رجعها فين؟ في حوض التهويه تاني، بتدخل حوض التهويه وبتبقى دي الوسط اللي البكتيريا بتستخدمه عشان تنمو، تمام؟ فبتبدا البكتيريا تشتغل مع الوسط ده مع وجود الاكسجين وتبدا تاكسد المواد العضويه وتحولها لمواد ثابته ومستقره اقدر ارسبها فين؟ في حوض الترسيب النهائي، تمام؟ يبقى الميه بتطلع من الاريشن تانك بتقعد من 3 ل 5 ساعات تبدا تطلع، تدخل على الفاينل سيجمنتيشن تانك بتبقى خلاص المواد العضويه اتحولت لمواد مؤكسده قابله للترسيب ثابته اقدر ارسبها واتخلص ايه؟ واتخلص منها. فابدا في الفاينل سيجمنتيشن تانك ده اتخلص من المواد الصلبه العالقه السسبندد سوليد اللي كانت فاضله ومن بقايا التفاعلات اللي حصلت مع البكتيريا، تمام؟ واخد جزء من السلاج اللي طالعه دي اعمل له ريتيرن ادخله تاني في حوض التهويه زي ما اتفقنا. فالسلاج اللي بتطلع من حوض الترسيب النهائي اقدر اقسمها جزئين، اقدر اقسمها لايه؟ لجزئين. الكيو ريتيرن اللي هو الكيو اللي راجعه تاني بنسميها الكيو ريتيرن او الريسيركيليشن فلو، كيو ريسيركيليشن، تمام؟ ريسيركيليشن يعني ايه؟ يعني انا باخدها وبلاقي اعاده تدوير، باخد جزء من الحمأة دي
ارجعها فين؟ في حوض التهويه تاني. وجزء تاني من الحمأة اللي فاضل بنسميه كيو ويست بقى، ده بيطلع في الويست، بتخلص منه بعمله ديسبوزل او ايه اصرفه بره. تمام، يبقى الحمأة او السلاج اللي بتتكون في الفاينل سيجمنتيشن تانك جزء منها بيبقى ريتيرن بعمل له ريسيركليشن اللي بنسميه الكيو ار، وجزء منه بيخرج بره اللي هو الكيو ويست، مجموعهم الاثنين على بعض اللي هو الكيو ار زائد الكيو ويست. تمام، طيب ده كده بالنسبه للسيستم. طيب تعالى نتكلم كده ونشوف ايه هي الكرايتيريا بقى اللي المفروض ابقى عارفها وبصمم عليها السيستم اللي قدامك ده. تمام، مبدئيا الميه وهي داخله من البرايمري سيدمنتيشن تانك لازم يكون معايا لها ثلاث حاجات او اكون عارف عنها ثلاث حاجات. اول حاجه الكيو نود اللي هي كميه الميه اللي داخله للاريشن، تمام، كميه الميه اللي داخله لحوض الايه التهويه. الاس نود، اس دايما لما تقابل اس عموما في السيستم ده الاس يقصد بيها تركيز السبستريت، تركيز المواد العضويه، تركيز المغذيات اللي المفروض اللي انت عايز تتخلص منها. تمام، فالسيستم وهو داخل له حاجه اسمها اس نود، يبقى اس نود ده تركيز السبستريت او المواد العضويه اللي داخله. تمام، يبقى ممكن يديها لك اس نود، ممكن نسميها البي او دي الافلوينت اللي هي البي او دي اللي داخله فين؟ اللي داخله حوض الاريشن او حوض التهويه. طيب والاكس نود، ايه الاكس؟ الاكس دايما من اما تشوفها يقصد بيها تركيز البكتيريا. تمام، يبقى الاس تركيز البي او دي او تركيز المواد العضويه، والاكس هو تركيز البكتيريا. تمام، اكس نود هو تركيز البكتيريا او البايوماس اللي داخل لحوض التهويه. تمام، يبقى الميه داخله لها كميه او لها تصرف اسمه كيو نود، ولها كميه مغذيات موجوده جواها او مواد عضويه موجوده جواها اسمها اس نود، ولها تركيز بكتيريا معين اسمه اكس نود. يبقى دي الكرايتيريا او الكاركترستكس بتاعت الايه، بتاعت الميه اللي داخله لي حوض التهويه. تمام، اول ما الميه تدخل حوض التهويه بتتخلط مع مين بقى؟ مع الحمأة الراجعه، صح؟ مش انا باخد جزء من الحمأة اهو ارجعه تاني في حوض التهويه، حصل خلط ما بينهم، صح؟ في حوض التهويه ده لازم اكون عارف عنه ثلاث حاجات. الفي اللي هو حجم حوض التهويه وهنعرف بنطلعه ازاي، الاكس اللي هو تركيز البكتيريا داخل حوض التهويه. تمام، ولو كذا مسمى هنشوفه بعد شويه، يبقى الاكس هو تركيز البكتيريا داخل حوض الايه؟ التهويه. والاس اللي هو تركيز البي او دي او السبستريت او المواد العضويه داخل حوض الايه؟ التهويه. يبقى دول الثلاث حاجات اللي لازم اكون عارفهم عن الاريشن تانك. بعد كده كميه الميه اللي خارجه من الاريشن بقى بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو نود اللي هي كانت داخله زائد الكيو ار. طب الكيو ار دي جت منين؟ ما هي كانت داخله لها اصلا. مش انا اصلا خدت جزء من هنا رجعته؟ طيب بقى ازوده على الكيو نود وهو خارج. تمام؟ فبقى عندي الكيو نود زائد الكيو ار. كل ده رايح داخل فين؟ داخل الفاينل سيدمنتيشن تانك. الفاينل سيدمنتيشن تانك ده له مخرجين، مخرج يطلع الميه اللي خارجه بعد المعالجه، ومخرج بطلع منه السلاج. تمام؟ فخلينا الاول في الميه اللي خارجه، الميه اللي خارجه هتساوي ايه؟ كميه الميه اللي خارجه؟ هتساوي الكيو نود اللي هي كانت داخله في الاول، ناقص كميه الايه؟ الحمأة اللي انت طردتها بره، اللي هي الكيو ويست دي. طب والكيو ار؟ لا الكيو ار في الدايره ماشي ما بتطلعش. تمام؟ يبقى بالتالي الكيو نود عباره عن، او الكيو اللي خارجه قصدي عباره عن ايه؟ الكيو نود ناقص الكيو ويست. تمام؟ ناقص الكيو ويست اللي خرجت منين؟ من الحمل. طيب ولها تركيز سبستريت او مواد عضويه خارج اسمه اس اي. تمام؟ يبقى الميه كانت داخله لها تركيز سبستريت معين او بي او دي معين، وخارجه بتركيز معين اسمه اس اي. طبعا احنا فاكرين البي او دي اللي خارج ما يزيدش عن كام؟ لو فاكرين في الاول كنا قلنا البي او دي ما يزيدش عن كام؟ عن 50 او 60 لو انا برمي على مصارف عموميه، وعن 10 لو انا هستخدم الميه دي واعمل لها ريوز. تمام، يبقى ده بالنسبه للاس اي اللي هي البي او دي اللي خارج. طب والاكس اي؟ تركيز البكتيريا في الميه اللي ايه اللي خارج. يبقى دي ثلاث حاجات لازم برضه اكون عارفها عن الميه اللي ايه اللي خارجه من المحطه البيولوجيه. طيب الحمأة بقى الجزء بتاع السلاج، احنا اتفقنا ان الفاينل سيدمنتيشن تانك بيبقى طالع منه كميه حمأة اللي هي عباره عن الكيو اس زائد الكيو ار. الكيو ار بترجع معايا، تمام، والكيو ويست بتطلع بره. تمام، مجموع الكيو ويست والكيو ار دول مع بعض اللي هي السلاج اللي طالعه من الفاينل سيدمنتيشن تانك بنسميه الاندر فلو، الكيو اندر فلو. تمام، يبقى الكيو اندر فلو عباره عن الايه؟ الكيو ويست زائد الكيو ار، جزء منها بيطلع بره وجزء منها بيكمل معاك فين؟ في الدوره اللي شغاله. تمام، طب والاكس اندر فلو ده تركيز البكتيريا، احنا خلاص عرفنا ان اي اكس يعني تركيز بكتيريا، واكس اندر فلو يعني تركيز البكتيريا فين؟ في الحمأة اللي راجعه لحوض الاريشن. تمام، يبقى الجزء اللي طالع من هنا له تركيز بكتيريا اسمه اكس اندر فلو، واللي خارج له تركيز بكتيريا اسمه اكس اندر فلو، واللي ماشي معاك ريتيرن تاني بيعمل ريسيركليشن برضه تركيز البكتيريا فيه اسمه اكس اندر فلو. تمام، يبقى ده تركيز البايوماس او تركيز البكتيريا اللي راجع معاك تاني فين؟ في الاريشن تانك.
لاحظ ان دايما الاكس اندر فلو دي هتبقى اعلى جدا من الاكس نود، صح؟ لان الهدف اصلا ان انا اخلط الاكس اندر فلو مع الاكس نود عشان اطلع مين؟ الاكس، صح؟ الهدف ان انا ازود عدد البكتيريا هنا اللي داخل العدد قليل قوي فعايز ازوده، فبروح جاي منين؟ من مصنع البكتيريا نفسه، من السلاج اللي هنا دي، لان السلاج مركزه فيها البكتيريا جدا، فباخد جزء من البكتيريا هنا اروح اعمل له خلط او ريسيركليشن مع البكتيريا اللي داخله هنا، تمام؟ فيطلع لي التركيز اللي اسمه ايه؟ اكس. فانا كاني باخد من هنا كميه بكتيريا مركزه اللي هي الاكس اندر فلو، اخلطها مع الاكس نود عشان يطلع لي الاكس، تمام؟ الاكس برضو له اسماء تانية هناخدها معانا بعد شويه واحنا بنعرف الحاجات دي تاني، خلاص؟ يبقى انت عرفت كده المسميات، انا اهم حاجه عندي تعرف ايه الكرايتيريا او المسميات. يبقى تاني كده سريعا، الميه وهي داخله لها كيو نود، تمام؟ وهي خارجه كيو نود ناقص كيو ويست. الميه وهي داخله لها اس نود اللي هو السبستريت او البي او دي اللي داخل، وهي خارجه لها اس اي او تركيز بكتيريا خارج، وهي داخله لها تركيز بكتيريا، لها تركيز بكتيريا، تمام؟ الاس احنا اتفقنا ان تركيز بي او دي، وهي الاكس بقى تركيز بكتيريا اللي داخل، والاكس اي هو تركيز البكتيريا اللي خارج، تمام؟ والاندر فلو اللي هي كميه الحمأة او السلاج اللي انا باخدها اطلعها من حوض الفاينل سيدمنتيشن تانك، جزء منها بيروح في الويست وجزء منها عامل له ريسيركليشن زي ما اتفقنا، تمام كده؟ واضح السيستم بتاع الايه؟ الاكتيفيتد سلاج. طيب تعالى نعرف الحاجات دي تاني سريعا كده. يبقى الكيو نود زي ما قلنا هي الانفلوينت فلو ريت اللي هي التصرف اللي داخل من حوض الترسيب الابتدائي، الكيو ار اللي هي الريسيركليشن فلو او الريتيرن سلاج فلو ريت. انا بكتب لك المسميات دي عشان دي المسميات اللي هتقابلك في الايه؟ في المسائل. يبقى الريسيركليشن فلو او الريتيرن سلاج فلو ريت اللي هو كميه الحمأة اللي انت هترجعها وتفضل شغاله معاك في الدوره رايح جاي. الكيو ويست اللي هو الجزء السلاج، الويست سلاج فلو ريت اللي هو الجزء اللي بيطلع بره خالص، كميه الرواسب الخارجه من خزان الترسيب النهائي اللي بترميها بره خالص، تمام؟ طيب الكيو اندر فلو هو مجموع الكيو ريتيرن زائد الكيو ويست، كميه الرواسب الكليه اللي خارجه من خزان الايه؟ الترسيب النهائي. طيب الاس نود هي البي او دي اللي خارج اللي داخله، تمام؟ البي او دي كميه المواد العضويه اللي داخله فين؟ اللي داخله لحوض التهويه، تمام؟ وهي في نفس الوقت ركز هي كميه المواد العضويه اللي خارجه من خزان الترسيب الابتدائي، صح؟ ما هو اللي داخل هنا هو اللي خارج منين؟ من خزان الترسيب الابتدائي اللي هو في مرحله المعالجه الابتدائيه، تمام؟ فهو ممكن تيجي لك في المساله بطريقتين، يقول لك اللي خارج من خزان الترسيب الابتدائي كذا يبقى هو اللي داخل البيولوجي، او اللي داخل البيولوجي كذا يبقى هو اللي خارج منين؟ من الابتدائي، خلاص؟ يبقى اقدر اقول ان هي السبستريت كونسنتريشن الانفلوينت، تمام؟ في الايه اللي داخل يعني بالملي جرام على اللتر طبعا، خلاص؟ تركيز المواد العضويه قبل احواض الايه؟ التهويه. طب والاس اي اللي هي البي او دي الافلوينت اللي خارجه بقى اللي هي السبستريت كونسنتريشن افلوينت اللي هو الخارج منين؟ تركيز المواد العضويه اللي خارج بعد المعالجه من خزان الترسيب الايه؟ النهائي، خلاص؟ طيب خلي بالك ان ممكن تجي لك فكره هنا يقول لك ان انا الاس نود او البي او دي اللي داخله لي خالص في بدايه الصرف اصلا في بدايه المعالجه الابتدائيه كانت 600 مللي جرام على اللتر، خلاص؟ وان كفاءه حوض الترسيب الابتدائي كانت 50% مثلا او 30%، تمام؟ شوف ال 30% دول كام من الايه؟ من ال 600. يبقى اللي خارج كام؟ سي انت كان عندك 600، 30% منهم 180، تمام؟ يبقى اللي فاضل كام عندك؟ 420. يبقى ده بالنسبه لك هو اللي داخل المعالجه البيولوجيه، خلاص؟ يبقى هو ممكن يديك الاس نود في بدايه حوض الترسيب الايه؟ الابتدائي، في البدايه خالص، ويقول لك مش في حوض الترسيب الابتدائي كمان، لا اديها لك في بدايه المحطه، ويقول لك انها كانت ب 600 مللي جرام على اللتر، والمعالجه الابتدائيه شالت لي 30%، يبقى انت فاضل لك كام؟ 60%، صح؟ او 70%، 70% من ال 600 اللي هم 420، يبقى انت الاس نود بالنسبه لك كام؟ 420. دي برده فكره ممكن تجي لك في الايه؟ في المسائل. طيب الاكس نود اللي هو البايو ماس كونسنتريشن، تركيز البكتيريا في الميه قبل حوض التهويه، بيفور ايه؟ بيفور ذا رياكتور او بيفور ذا ايريشن تانك، برضو كل ده بالملي جرام على الايه؟ على اللتر. طيب الاكس اللي هو البايو ماس كونسنتريشن جوه الرياكتور بقى، جوه حوض الايريشن، تمام؟ وانا اتفقت ان هو له ايه؟ مسمى تاني ممكن يجي لك في المساله، بنسميه الميكسد ليكور سسبندد سوليدز، ام ال اس اس، تمام؟ يبقى لما يجي في المساله يقول لي ام ال اس اس بكذا، يبقى انا عارف على طول ان ده تركيز البكتيريا او البايوماس جوه الايه؟ جوه الايريشن تانك، تركيز البكتيريا جوه مياه في حوض التهويه. طب الاكس اي والبايوماس كونسنتريشن بعد الفاينل سيدمنتيشن تانك في النهايه خالص، اللي هي الميه الايه اللي خارجه، تركيز البكتيريا في الميه اللي خارجه. طب الاكس يو البايوماس كونسنتريشن في الاندر فلو، في الجزء اللي هو فين؟ في الجزء اللي هو راجع تاني بعمل له ريسيركليشن، تمام؟ يبقى ده تركيز البكتيريا في الميه الايه؟
اللي راجع اللي هو في الجزء المترسب يعني من حوض الترسيب الايه؟ النهائي. تمام؟ طيب كده احنا خلصنا ايه تعريف الكريتيريا اللي قدامك، ايه بقى القوانين اللي انا هحتاجها عشان اشتغل بيها؟ اول حاجه بالنسبه طبعا لكل القوانين اللي هديها لك دي في حوض الاريشن، تمام؟ حوض الفاينل سيدمنتيشن تانك تصميمه قريب قوي من الايه؟ من البرايمري سيدمنتيشن تانك، مفيش فرق كبير. فاحنا هنشتغل دلوقتي على تصميم الاريشن تانك او احواض التهويه. اول حاجه حجم الحوض ده لو عايز تجيبه هيساوي القوانين اللي قدامك دي او القانون اللي قدامك ده، اللي هو الكيو نود اللي هو كميه الميه اللي داخله من حوض الترسيب الابتدائي للمرحله اللي قبلها. في حاجه اسمها الواي هنعرفها بعد شويه، في السيتا سي برده هنعرفها بعد شويه، في الاس نود اللي هي ها السبستريت او البي او دي اللي داخله ناقص البي او دي اللي خارجه، على الاكس، الاكس احنا لسه قايلين اهو اللي هو الميكس ليك سسبندد سوليد اللي هو تركيز البكتيريا جوه حوض الاريشن، في واحد زائد الكي دي وهنعرف يعني ايه كي دي في السيتا سي. طب احنا هنا عندنا كام حاجه جديده ظهرت لنا، الواي السيتا سي والكي دي. طب تعال نشوفهم الاول هو ايه. الواي هو معدل انتاج البكتيريا، البكتيريا دي بتتكاثر فلها معدل انتاج، بتتكاثر بايه؟ بريت معين. ريت التكاثر بتاع البكتيريا ده بيبقى من 4.10 ل 8.10، احنا دايما بناخده بكام؟ بنص. فده بالنسبه للييلد كوفيشن او معامل الانتاج بتاع البكتيريا. طب ايه السيتا سي؟ هي الخليه البكتيريه دي بتقعد جوه الحوض قد ايه؟ عمرها قد ايه على ما تموت؟ طبعا احنا اتفقنا ان البكتيريا الهوائيه بتعيش مده اقل من البكتيريا اللاهوائيه، فاحنا هنا شغالين هوائي. البكتيريا الهوائيه بتقعد في النظام تقريبا من 5 ل 15 يوم. تمام؟ وبنسميه ذا مين سيل ريزيدنس. تمام؟ ذا مين سيل ريزيدنس تايم اللي هو مده بقاء البكتيريا جوه الايه؟ النظام، بتبقى من 5 ل 15 ايه؟ يوم. ده بالنسبه للسيتا سي. فاضل ايه كمان؟ الكي دي. مش البكتيريا لها معامل انتاج؟ طب ما هي لها معامل تحلل كمان، مش بتموت؟ اه هي بتتولد بريت وبتموت كمان بريت. طيب معامل موت البكتيريا ده ومعامل تحلل البكتيريا اللي بنسميه الاندوجينيوس دي سي كوفيشن بناخده بكام؟ هو من 4 من 100 ل 7 من 100 دي ماينس 1. تمام؟ احنا دايما بناخده بكام؟ ب 5 من 100. يبقى ده بالنسبه للواي والسيتا سي والكي دي اللي هم الثلاث حاجات الجداد اللي قابلونا فين في القانون ده. طيب جبت الحجم، تعرف تجيب لي بقى زمن بقاء الميه جوه الخزان؟ اعتبره خزان عادي خالص، يبقى الزمن بيساوي ايه؟ الحجم على التصرف. الزمن هنا بنرمز له بالرمز سيتا، الرمز بس اختلف، كنا زمان بنقول عليه تي، النهارده بنقول عليه سيتا. تمام؟ يبقى سيتا ده اللي هو زمن بقاء الميه جوه الايه؟ جوه الحوض التهويه الريتنشن تايم. خلي بالك فرق ما بين السيتا والسيتا سي، السيتا ده زمن بقاء الميه جوه الحوض، لكن السيتا سي زمن بقاء الخليه البكتيريه جوه الحوض. تمام؟ طيب الحجم احنا حسبناه من القانون ده، والكيو نود اللي هي كميه الميه اللي داخله من حوض الترسيب الابتدائي انت المفروض عارفها. خلاص؟ طيب افرض السيتا سي مش معايا، او انا عايز اجيب السيتا سي، ففي قانون تاني احسب بيه الايه؟ السيتا سي بيساوي ايه؟ بيساوي حجم حوض التهويه، ساعتها بقى هيكون مديك الحجم في الات في الاس او في الاكس او معلش اللي هو الميكسد ليكويد سسبندد سوليد اللي هو تركيز البكتيريا جوه حوض التهويه، على الكيو ويست في الاكس اندر فلو. الكيو ويست اللي هي كميه الميه اللي هترميها بره، السلاج اللي هتترمي، في الاكس اندر فلو اللي هو تركيز البكتيريا في الميه الراجعه من حوض الترسيب الايه؟ النهائي. تمام؟ طيب عايز اجيب الاكس، في قانون كمان بيحسب لي الاكس. معلش هي القوانين كتير شويه، هم 5 6 قوانين بس لازم تحفظوهم، تحفظهم صم. تمام؟ هتاخد وقت معاك شويه بس بورقه وقلم كده واقعد احفظ القوانين دي، لان المسائل ما فيهاش افكار، هي المساله نظام واحد، الفكره كلها انه يجيب لك مجهول هنا او معلوم هنا، الفكره كلها انت عندك شويه مجاهيل، هتنسق ما بينهم وتشوف انه القانون اللي هتستخدمه بس. تمام؟ الاكس اللي هو البايو ماس كونسنتريشن او البي او دي لا البايو ماس كونسنتريشن اللي هو تركيز البكتيريا في حوض التهويه، هيساوي الواي اللي هو اليلد كوفيشن اللي قلناه من شويه، في السيتا سي اللي احنا برضو قلناه من شويه او حسبناه من القانون ده سواء هو جيفن او معاك من القانون، في الاس نود ناقص الاس اي اللي هو البي او دي اللي داخل ناقص البي او دي اللي خارج، على السيتا اللي انت لسه حاسبها من القانون ده، في واحد زائد الكي دي في السيتا سي، الكي دي اللي احنا برضو لسه حاسبينه تحت، والسيتا سي معاك اللي هي المين سيل ريزيدنس اي. طيب خلاص، يبقى انت ممكن تعوض في القانون ده، ممكن تعوض في ده وبعدين ده، ممكن تعوض في ده وبعدين ده، وهكذا على حسب بقى الايه المعطيات اللي معاك. المهم تبقى الاربع قوانين دول حافظهم بالاضافه للقوانين اللي هناخدها بعد شويه. تمام؟ يبقى دي كده القوانين اللي احنا عايزينها في الجزء بتاع الايه الاريشن تانك. طيب في حاجه كمان، في حاجه اسمها الفوليومتريك لودنج ريت او البي او دي لودنج. تمام؟ يعني ايه بي او دي لودنج؟ او في كمان لها مسمى ثالث اسمه الاورجانيك لودنج ريت، يعني انت معدل التحميل الحجمي للبي او دي عندك قد ايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك كام كيلو جرام بي او دي لكل متر مكعب في اليوم؟ مفهوم؟ يعني كل متر مكعب ميه داخل
في قد ايه بي او دي، او في قد ايه مواد عضويه خلال اليوم، تمام؟ ده بنسميه الفوليومتريك لودنج ايه ريت، البي او دي لودنج او الاورجانيك لودنج ريت. ركز في المسميات عشان هي هتنطلب باي مسمى فيها، تمام؟ طب الفوليومتريك لودنج ريت ده بيبقى من كام لكام؟ لو مش معاك بتفرضه ما بين 3 من 10 ل 1.2 من 10 كيلو جرام لكل متر مكعب في الايه في اليوم. طيب عايز تحسبه، هيساوي الكيو نود في الاس نود. ما الكيو نود كميه الميه اللي داخله، انت عايز دلوقتي تحسب كميه الميه العضويه بالنسبه للحجم، صح؟ طب هي كميه الميه العضويه اللي داخله قد ايه؟ انت معاك الاس نود اللي هي البي او دي اللي داخله بالملي جرام لكل لتر، صح؟ او بالجرام على المتر المكعب. طب انت اصلا داخل لك كام متر مكعب؟ كيو نود. يبقى لما اضرب الكيو نود في الاس نود جبت كميه الميه العضويه اللي موجوده في الخزان كله، صح؟ اقسمها لي بقى على الحجم عشان تجيب نسبتها لكل متر مكعب، تمام؟ مضروبه في ايه؟ في 1000 عشان التحويله طبعا، خلاص؟ عشان احولها انا عايز هطلعها بالايه؟ بالكيلو جرام لكل متر مكعب لكل دي. يبقى الكيو نود في الاس نود في الفي في ايه؟ او على الفي في الايه؟ في الالف. يبقى ده لو انا عايز احسب الفي ال اللي هو الفوليومتريك لودنج ريت، او البي او دي لودنج ريت، او الاورجانيك لودنج ريت. الثلاث مسميات دول، تمام؟ طيب في حاجه كمان ممكن تنطلب في المسائل بنسميها فود ميكرو اورجانيزمز ريشيو، او فود بايوماس ريشيو. يعني ايه؟ مش انت عندك بكتيريا والبكتيريا لها اكل، تمام؟ طب البكتيريا بتاكل قد ايه من وزنها؟ مش البكتيريا دي لها كميه لها تركيز، صح؟ طب هي البكتيريا بتاكل اي حاجه في اليوم ولا لها نسبه معينه ما تقدرش تزيد عنها؟ لها نسبه معينه، صح؟ ده بيختلف على حسب نوع البكتيريا. في بكتيريا لها نسبه معينه بتاكلها خلال اليوم، في بكتيريا ما تقدرش تعدي نسبه معينه. طب انا عايز احسب الفود تو بايوماس ايه؟ ريشيو. هتساوي الكيو نود في الاس نود ناقص الاس اي اللي هي البي او دي اللي داخل ناقص البي او دي اللي خارج، اللي هو من اخر الازاله اللي انت شلتها يعني، على الفي في الايه في الاكس. يبقى دي حاجه اسمها اف ام اي او اف على ام ريشيو. الرقم ده غالبا بيكون ما بين ال 3 من 10 لل 6 من ايه من 10، مفهوم؟ طيب في حاجه كمان ممكن تنطلب، الار اللي هي الريسيركيليشن ريشيو. يعني ايه؟ مش انت داخل لك كيو نود، طيب بتخلط معاها كيو ار قد ايه؟ مش انت الكيو ار ده الجزء اللي انت بتاخده ترجعه تاني حوض التهويه؟ طيب ده قد ايه بالنسبه لكميه الميه اللي داخله اصلا حوض التهويه اللي هي الكيو نود؟ فهتقسم ببساطه الكيو ار على الكيو نود وتجيبها كنسبه ايه مئويه، خلاص؟ في قانون كمان ممكن نحتاجه عشان لو معانا حاجه مجهوله في المساله، لازم دايما تعرف ان الكيو نود زائد الكيو ار في الاكس بتساوي الكيو اندر فلو اللي هي الكيو ويست زائد الكيو ار في الاكس اندر فلو. فاهم حاجه؟ ده قانون توازن للتركيزات، بمعنى ان الكيو نود زائد الكيو ار دي كميه الميه اللي موجوده في حوض التهويه. طب هو الاكس بتاع حوض التهويه اسمه ايه؟ اسمه اكس، اللي هو اكس اللي هو الام ال اس اس، صح؟ اللي هو الايه؟ الميكسد ليكويد سسبندد سوليد. يبقى ده بالنسبه لي التركيز في كميه التصرف اللي في الحوض. هيساوي الخارج بقى السلاج اللي خارجه التصرف بتاعها ايه؟ الكيو اندر فلو اللي هو عباره عن الكيو اس زائد الكيو ار مضروبه في الايه؟ في البايو ماس كونسنتريشن بتاعها اللي هو اكس ايه؟ اكس اندر فلو. مفهوم كده يا شباب؟ يبقى القانون ده برده مهم عشان لو احتاجناه. يبقى احنا عندنا هنا كام قانون؟ ادي واحد اللي بيحسب التركيزات او بيوازن التركيزات، ادي اثنين بتاع السيركيليشن ريشيو، الاف على ام ريشيو، والفوليومتريك لودنج ريت، ومعانا هنا الاربع قوانين اللي قلناهم في الاول اللي بيحسبوا لنا السيتا والسيتا سي والاكس والحجم، خلاص؟ طيب بعد ما خلصت وجبت الحاجات دي كلها، عايز بقى اصمم الاريشن تانك او الرياكتور. انا جبت الحجم اللي انا حاسبه قبل كده، هفرض الدبس من 3 ل 5 متر، العرض هنا بيكون من 4.5 ل 6 متر، والطول بيكون من 30 ل 120 متر، وعدد الاحواض واحد وانت طالع بقى. يبقى زي ما صممنا اي حاجه قبل كده، هقسم الحجم على الدبس، جبت الاريا، الاريا بتساوي ان في ال في دبليو، افرض لي ال ودبليو وجيب لي مين؟ الان، وقرب الان وثبت ال او الدبليو واحسب الثانيه الاكشوال، خلاص؟ زي ما احنا متعودين قبل كده في احواض الترسيم وفي حاجات ثانيه كتير. مفهوم؟ يبقى ده كده ازاي بصمم الاريشن تانك في البيولوجيكال تريتمنت. طيب هنكتفي بالجزء ده دلوقتي في الفيديو ده، هنزل لكم الفيديو الجاي المسائل بقى ان شاء الله، بس ايه هنكتفي دلوقتي بالايه؟ بالقوانين دي. اهم حاجه عندي بس تحفظوا القوانين دي كويس وتسمعوها لنفسكم، لان هي غالبا مش هتكون موجوده في الامتحان، ولازم تكون ايه عارفها عشان تعرف تمشي في المساله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.